لو جيت حضرتك تعمل بحث كده على الانترنت في جوجل او في اليوتيوب وتكتب كده هل الزوجة مجبرة على، هتلاقي في مجبرة على لستة كبيرة بعدها. يعني ايه؟ يعني هتلاقي هل الزوجة مجبرة على خدمة زوجها؟ هل الزوجة مجبرة على الرضاعة؟ هل الزوجة مجبرة على خدمة أهل جوزها؟ هل الزوجة مجبرة على خدمة جيران الزوج؟ وهل الزوجة مجبرة على خدمة أصحاب الزوج؟ لستة كبيرة ملهاش أول ولا آخر في هل الزوجة مجبرة على. ولكن لو عملت نفس البحث على جوجل برضو أو على اليوتيوب وجيت تكتب كده مثلا هل الزوج مجبر، هتلاقي تقريبا اللي موجود حاجتين أو ثلاثة. يعني هل الزوج مثلا مجبر على انه يصرف على مراته ولا لا؟ وهل الزوج مجبر على انه هو يعالج مراته ولا لا؟ ده على اساس ان هي مراته لو عيت مثلا او تعبت في نص الليل ياخدها كده ويرميها في الشارع، او على اساس ان هو مش مجبر انه هو يصرف عليها وهي مجبرة انها تبقى قاعدة في البيت وفي نفس الوقت مجبرة على ان هي اللي تصرف عليه. حاجات كده بصراحة لا عقلانية. الاول سلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم في القناة. بصراحة انا الموضوع ده انا عايز اتكلم فيه لاني مصدع منه على الاخر وطالع اتكلم مع حضراتكم، وانا مش من النوع اللي بيحب يركب الموجة في الرأي العام. يعني ان انا مش اشوف مثلا ان معظم الرأي مثلا متجه في اتجاه معين فاخده كده واقول نفس الرأي علشان خلاص يبقى مرضي عني. انا بصراحة ما بحبش الكلام ده، ومش طالع اتكلم معاك برضو واقول ان المفروض ان الحياة تبقى لونها وردي وامسك آلة كمان او آلة سيمفوني كده معروفة واقعد كده ايه اشتغل عليها واقول الزوج والزوجة اساسهم الحب والعطاء والحنان، ونشتغل بقى كده ايه سيمفونية. الحقيقة ان السيمفونية دي تبقى حلوة قوي في اول العلاقة، ولكن ساعة الطلاق بنسمع صوت الحلل، ما بنسمعش ابدا صوت موسيقى. عيب ايه الهانم بيتهددني بالطلاق؟ عايز تطلقني؟ ايه ده؟ هل الزوجه هي مجبره على انها فعلا ترضع الاطفال ولا لا؟ وهل الزوجه مجبره على ان هي تخدم جوزها؟ الامور دي مهمه، بس الاول خلينا كده نبص للجواز في حد ذاته. الجواز الراجل والست هو جواز اصلا ايه؟ يعني ببساطه كده عباره عن حياه ما بين راجل وست بشهاده شهود وبموافقه ولي الامر وبرضا الطرفين في الاساس، وهما الاثنين بيتجوزوا. من الناحيه المدنيه حضرتك المفروض ان احنا عايشين دلوقتي في عام 2022، اللي انت كنت بتشوفه زمان في افلام الابيض واسود حاجه، واللي احنا النهارده بنعمله حاجه تانية. يعني الصدمه الكبيره ان احنا بنلاقي ان حالات الطلاق كبيره جدا، ارتفاع معدل الطلاق بشكل كبير قوي، اكتر من 2021 و2020 اكتر من السنه قبلها وهكذا، وعمال بيزيد. المشكله الكبيره ان الرجاله شايفين ان الجواز ده بنظره بصراحه غير ما ابهاتنا واجدادنا كانوا شايفين الجواز، وبرضه الستات شايفين الجواز بنفس الشكل، شايفينه بشكل مختلف خالص. ما تيجي نضرب ورقتين عرسي. انت ازاي تقول لي كده في وشي؟ ما تيجي نضرب ورقتين عرسي. النهارده الجواز هو عباره عن شويه ود مع خليط اكتر من تبادل المنفعة وتبادل، مش هنقولها المصالح علشان ما نبقاش قاسيين في نظرتنا للجواز، ولكن لازم يبقى فيه تبادل منفعة. المفروض الراجل هو عليه واجبات والست هي عليها واجبات، ولكن الواجبات دي هي موجودة عند الراجل اكتر من الست. هل مين المفروض ان حضرتك مين اللي يصرف على المرأة؟ مين المفروض ان يصرف على زوجته؟ اهلك؟ جيرانك؟ ولا المفروض انت؟ المشكلة يا جماعة الكارثة ان انا بسمع من بعض الاراء ومن بعض الناس ان في ناس عندها القدرة فعلا على انها تصرف على زوجاتها وما بيصرفوش على زوجاتهم خالص، رغم ان الاسلام والدين حس على ان الجواز يبقى بصورة فيها يسر، الا ان بعض الاهل بيسهلوا موضوع الجواز للي جاي يتقدم لبنتهم، الامر اللي بيحسس الزوج ده ان بنتهم رخيصة فممكن بعد كده يبيع ويشتري فيها. والمشكلة البنت كمان او الست اللي بتحب راجل وبتبقى متعشمة فيه ان هي تلاقي مبادئ الرجولة والحاجات دي كلها فيه، وهو اساسا بيستغل النقطة دي. دي حاجة. والمشكلة كمان اكتر الست اللي مستهترة بالحياة الزوجية وان شايفة المتطلعات والمتطلبات اللي موجودة في الحياة دلوقتي بشكل اكبر، وده بيرجع ان الراجل ما بيعرفش يختار الست الصح ولا الست بتختار الراجل الصح. عارف اهم حاجة لما تيجي تتجوز وما تطلقش مراتك ايه؟ وعارفة انك انت لما تلاقي واحد جاي يتقدم لك ما تنفصليش عنه في يوم من الايام، هو ان انتوا تبصوا على
حياته الاجتماعية إيه؟ سيبك من الأفلام والأبيض وأسود وليلى بنت الفقراء وليلى بنت الأغنياء وإن مفيش فرق ما بين الغني والفقير، الكلام ده كلام أفلام أبيض وأسود بيضحكوا بيه على الطبقات البسيطة من الناس، لكن الكلام ده ما عادش ينفع النهاردة. أساس وحل المشكلة دي رقم واحد إنك أنت بتختار من البيت، بتشوف البنت دي أهلها إيه وعايشين إزاي، مش أهلها إيه الحسب والنسب دلوقتي، أنا بقولك عايشين إزاي. الحياة الاجتماعية اللي ما بين الراجل والست اللي هو أبوها وأمها عاملة إزاي، الحياة الاجتماعية اللي ما بينهم، لأنها بتنعكس على تربية البنت ببساطة. هل البيت ده فيه خادمة ولا لا؟ وهقولك الكلام ده ليه بعدين. مهم جدا إنك أنت تبقى عارف هل في واحدة بتيجي بتنظف ولا لا، هل في واحدة بتيجي بتنظف بشكل أسبوعي، يعني مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، ولا هي ومامتها اللي بينظفوا البيت. وبرضو نفس الشيء الست أو البنت اللي بتقدم لها جوزها، من حقها أنها تشوف اللي جاي يتقدم لها ده أهله بيشتغلوا إيه، وأهله مستوى الثقافي ومستوى الاجتماعي، مستوى المادي مهم. ولكن يا جماعة لازم تعرفوا بعض كويس، إن أنا أكون سنجل وأنا مش عايش في مشاكل أفضل من إني أختار غلط وأبقى عايش في مشاكل مع زوجة حسيت إن الموضوع بعد كده هيجيب لي وجع قلب كبير. لأ، إن أنا أختار صح واتأنى واقعد فترة واختار واشوف واحس ان الانسانة دي هي اللي فعلا انها تصلح تكون زوجة ليا، الدنيا مش هتطير. ان الست النهاردة مش مجبرة في الحياة المدنية ولا في حياتنا في سنة 2022 ان هي حضرتك تخدمك، ولا مجبرة انها تعمل الكلام ده. انت للأسف الشديد ان احنا في مجتمع النهاردة واخد ميكس في حاجات كتيرة، شوية ياخد من حاجات في الدين ويسيب حاجات من الدين، وياخد من عادات وتقاليد ملهاش علاقة بالدين وعادات وتقاليد أساسا حتى مش من المجتمع الغربي وياخدها يحشرها، وياخد عادات وتقاليد من المجتمع الغربي وبرضو يحشرهم ويطلع لك أسوأ ما في الحاجات وعاوزها. هنا في المتحف المصري في التحرير ده عندنا سناب اللي هو كان رئيس الأقزام، رغم ان زوجته هنا مش كزمة، وده اللي بيبين قد ايه جمال الزوجة المصرية، وانها ما قالتش ده قصير وده ما عرفش ايه. وشوفوا هنا ولاده الاثنين اللي بيمثلوا ان هما رجليه، يعني كأن ابنه وبنته او ابنائه هنا عفوا هما اللي بيمثلوا ان هما رجليه، يعني هما العكاز اللي هو بيتكئ عليه. ما تنمروش وما حصلش تنمر، وهي ما قالتش اصل وما اعرفش ايه. اما بالنسبه للناحيه الدينيه ففي حاجات كده معروفه، ان في الدين المراه غير مجبره نهائيا على خدمه جوزها، الكلام ده مش موجود خالص، وده مش رايي انا، فضيله شيخ الازهر وده رايه. القران ما فيش فرض الخدمه على الزوجه غير لا. موجود ولا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها حديثا قاطعا في ان المراه يجب عليها شرعا ان تخدم زوجها أو أن تكون مقصرة أو آثمة، هذا غير نعم. موجود. لكن عندنا مصدر من مصادر نستطيع أن نقول التشريع وهو العرف، فإذا جرى عرف الناس نعم. على عادة أن المرأة بما أنها متفرغة وموجودة في البيت فعليها خدمة زوجها، هنا تجب من باب العرف وليس من باب النص. إذا كان الزوج والزوجة يعملان مثلا، هنا ليس دعك من الشرع، ليس من المروءة أن الاثنين راجعين تعبانين وهو مثلا يلجأ إلى الاستراحة ثم هي تواصل التعب في إعداد الطعام. بلاش، ممكن تقول لأ شيوخ الأزهر، مع أن أنا شايف أن أفضل آراء دينية هي من آراء الأزهر الشريف، ولكن نبص على مثلا الشيخ عثمان خميس نشوف رأيه بيقول إيه. أكثر أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها في البيت، وأن هذا يعني حق لها على زوجها أن يأتيها بمن يخدمها، أن يأتيها بمن يخدمها، ليس فقط حاجة الزوج بل حتى حاجتها هي، يعني يأتيها بمن يغسل ملابسها، يأتيها بمن يطبخ لها، يأتيها بمن يكنس لها، يعني هي أيضا تخدم، ليس فقط ما تخدم زوجها بل هي تخدم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، لأنه تجب عليها الطاعة بالمعروف، يعني المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، قال فتجب عليها الخدمة من كنس وطبخ وغسل وما شابه ذلك من الأمور، قال هذا واجب على الزوجة، وهذا مشهور عن أبي ثور رحمه الله تبارك وتعالى. وتوسط بعض أهل العلم واختيار ابن تيمية ابن القيم وغيرهما من أهل العلم توسط في هذا الأمر، قال يرجع في هذا إلى العرف كما ذكرنا قبل قليل، العرف يرجع إلى العرف، يقولون
من كانت تخدم في بيت أهلها فتخدم في بيت زوجها. يعني إذا تزوجت امرأة هي في بيت أهلها مخدومة، عندها الخدم والحشم يخدمونها وكذا، فالأصل أن توفر لها من يخدمها. وإذا كانت في بيت أهلها تخدم، تغسل وتنظف وتكنس وكذا، فهي تغسل وتنظف وتكنس في بيت زوجها، لا يغير عليها شيئا من حياتها. مش كده وبس، كمان عندك رأي الدكتور عمر عبد الكافي، ده برضو رأيه، ليس هناك فريضة على المرأة أن تطبخ وأن تخمس وأن تمسح. الزوجة ليست مجبرة أساساً على إن هي تخدمك نهائياً، ولا مجبرة نهائياً على إنها تخدم أهل جوزها. طب مش كده وبس، كمان الشرع عندنا بيبين بقى حاجات، إن أنا ما قلتلك إن لازم الراجل لما يشوف الست هل عندها خادمة ولا لأ، لأن هو عندك الفقهاء اتكلموا في النقطة دي وقالوا إن لو الزوجة هي في أهل بيتها هي في خادم فهو يجيب خادم، مفيش خادمة هي اللي هتخدم في البيت طواعية وليس كرها، طواعية وليس كرها، لأن احنا برضو لما نيجي نبص على التسلسل أهلها وجدها 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 ما كانوش كلهم عندهم خدم، ولكن جه فترة وكان في خدم. هتقول لي والله لا، احنا في رأي عندنا ديني بيقول إنها تسمع كلام جوزها. هي فعلا الزوجة تطيع جوزها، والزوجة تحترم جوزها، والزوجة تحسن معاشرة جوزها. الزوجة كمان يا جماعة على قد ما هي مفترض انها تطيع زوجها، فبرضو هل حضرتك لما بتبص في الناحية الدينية عارف انت المهر ولا ما تعرفوش؟ احنا عندنا هنا في مصر تقريبا ناس كتيرة ما بيبصوش على موضوع المهر ده، ولكن المهر ده جزء لا يتجزأ اساسا. عارف حضرتك المهر قد ايه ولا ما تعرفش؟ طب خليني اقولك ببساطة كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرهم 500 درهم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرهم 400 درهم. مش معنى كده ان في حد ادنى للمهر، يعني مثلا عندنا الائمه ما حددوش قيمه حد ادنى للمهر، ولكن يجي عندنا ابو حنيفه النعمان وبيقول لا اقل حاجه 10 درهم. طب لما نيجي نبص مثلا على ال 500 درهم او ال 400 درهم لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ال 400 ده نقول ان هو كان اللي هو اليسير. عارف ال 400 درهم دول النهارده بيعادلوا قد ايه؟ 400 درهم دول حضرتك يعني 40 دينار، والدينار 40 دينار حتى كان يعني الدينار هو عباره عن 10 دراهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت الدوله الامويه كان الدينار 12 درهم، وفي وقت الدوله العباسيه كان الدينار 15 درهم. الدينار حضرتك هو 4.25 جرامات وفاصلة 25 جرام ذهب. يعني لما نيجي نحسبها ببساطة هنقول 50 دينار ونضربها في القيمة بتاعة الجرام الذهب. الجرام الذهب النهاردة العيار 18 ولا 21 ولا 24؟ 21 ب 1150 جنيه، قول 1000 جنيه. الدينار ب 4.25، يعني انت بتتكلم في ان الدينار الواحد قيمته النهارده ده كان المهر اليسير، انت ما اشتريتش زوجتك. لكن في نفس الوقت برضو الزوجه لو حبتك هتطبخ لك وتمسح لك وتلمع لك جزمتك وتكوي لك وتعمل لك كل حاجه بالحب مش بالاجبار. لكن بقى هتيجي بقى وتقوم عايز ان الموضوع انا الراجل، القصه بتاعت هل الزوجه مجبره؟ الزوجه مش مجبره، ولكن انت حضرتك ببساطه لو قدرت انك انت بتبين للزوجه ان انت بتضحي عشانها وان انت بتعمل اقصى ما عندك علشانها. على فكره ده الكلام ده مش في مجتمعنا بس، ولكن في المجتمع الغربي بتلاقي الراجل بيشتغل، بتلاقي الست بتشتغل، وبتلاقي الست بتروح وبتعمل لجوزها وبتعمل للبيت وبتعمل للاولاد. اما بالنسبه للرضاعه فاللي أنا عايز أعرفه حاجة، هي الطبيعي جدا إن كل الكائنات الحية أو الثدييات هي بترضع كائناتها أطفالها، ده كل الثدييات، ففطرة ربنا إن الزوجة بترضع أطفالها. أما لو الزوجة اتطلقت فبتاخد أجر على كده، ده اللي أنا أعرفه. أصل مش منطقي يا جماعة إن بعد الولادة يعني بيبقى فيه لبن الطفل في ثدي الأم، ده علشان يتعمل مثلا جبنة قريش، لا ده علشان الطفل يرضع منه، فده الطبيعي. ولكن الناس اللي بتتكلم فيه حاجات شطحات، بحس ان الناس بتدور على المشاكل، ولكن في حقوق وواجبات على الست وفي حقوق وواجبات على الراجل، والامور اساسها مش كتالوج 1 2 3 4. الحياة الزوجية لو بتمشي بالكتالوج والله بيبقى اخرتها عند المأذون الطلاق. الموضوع مش اجبار، الموضوع عبارة عن حب في الاساس. شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، واشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.